ساعات السفير الآن العدد وصل إلى 25,000، حوالي 25,000 لبناني. وين يتركزون؟ في أي أماكن؟ شنو الخدمات اللي تلقوها؟ يعني أكثر من نصف هؤلاء طبعا ضمن الروابط العائلية اللبنانية العراقية، أصحاب الشركات، أصحاب الأعمال اللبنانيين المقيمين في العراق استخدموا أفراد عائلتهم. روابط الدم الموجودة، التزاوج القائم اللبناني العراقي، كثير من الأسرة العراقيين أو السيدات العراقيات استضافوا أقاربهم في بيوتهم. وعندنا بحدود 7,000 تقريبا مستضافين في النجف وكربلاء من الأخوة بالعتبات المقدسة، العتبة العلوية، العتبة الحسينية والعتبة العباسية، والذين كان طبعا لهم دور أيضا في المساعدة حتى بمن نزح إلى سوريا. نحن لدينا الآن بحدود 140,000 لبناني دخلوا الأراضي السورية. وفي ظل نحن يعني طبعا الظروف الحالية في عند الأخوة السوريين، المعاناة والوضع الاقتصادي الصعب، هذه الوقفة لدى الأشقاء السوريين باستضافتهم والسماح بدخول اللبنانيين. وطبعا الجانب العراقي أحس بعبء وثقل النزوح اللبناني، إضافة إلى الأخوة السوريين اللي أصلا موجودين في لبنان واضطروا لمغادرة لبنان بسبب الظروف الأمنية. وبالتالي يعني احنا عارفين أن اليوم بسوريا صار في أكثر من 500,000 نازح بين لبناني وسوري موجودين في الداخل السوري. يعني السوريين كانوا في لبنان ايضا نزحوا الى سوريا او غادروا لبنان بسبب الوضع يعني الامني واتجهوا الى سوريا. فكان طبعا الهبه والمساعده العراقيه للاخوه اللبنانيين والسوريين ايضا في الداخل السوري هو جهد مقدر ومشكور.